يقول السائل: هل يجوز قول الحق في شخص غائب؟ وهل تعتبر منه غيبة؟ وهل لابد من المسامحة من المغتاب إذا كان ذلك يؤدي إلى خصام وشجار؟ نعم، الغيبة محرمة ولا تجوز، وهي ذكر عيوب الناس وهم غافلون غائبون، أمر لا يجوز، هذه من أعظم المحرمات، هي كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن من وقع في عرض أخيه وتكلم فيه فلا بد أن يستسمحه، لأنه ظلمه واعتدى عليه، فلا بد من مسامحته له، فيطلب منه المسامحة، إلا إذا خشي أنه إذا أخبره يزيد حقده عليه وغضبه عليه، فإنه يكتفي بأن يدعو له ويثني عليه، بدل أنه يغتابه يثني عليه في المجالس ويستغفر له. نعم.